في حي باب الجديد بالقصبة العتيقة في الجزائر، فتح محمد بودية عينيه على جزائر يقترب عمر الاحتلال فيها من 100 عام. كان قدره ثورات الحرية والنضال ضد المحتل سواء في الجزائر أو في فلسطين. ولعه بالمسرح كممثل محترف، لم يحل دون أن ينفذ العمليات ضد المستعمر الفرنسي، ثم يدوخ الموساد الإسرائيلي في فلسطين، وينفذ أعقد العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل مكان. دعم بودية حركات التحرر في كل العالم حتى بات لقبه جيفارا الجزائر. هل تعرف حكاية محمد بودية الذي تسبب بعزل أكفأ ضباط موساد إسرائيل؟ المسرحي الفدائي. ولد بودية في حي باب الجديد بالعاصمة الجزائر عام 1932. تأثر بالتيار الوطني الاستقلالي، إلا أنه صب جل اهتمامه على المسرح. هجر بعد اندلاع الثورة إلى فرنسا، حيث انضم إلى فيدرالية جبهة التحرير، وشارك هناك بعمليات فدائية أبرزها تفجير أنابيب النفط في مارسيليا عام 1958. اعتقل وحكم على إثرها ب20 عاما، ثم فر عام 1961 لتكون تونس الملجأ. في تونس عمل في فرقة مسرحية وبات أحد أبرز المسرحيين حينها. بعد عودته للجزائر أصبح مديرا لأول مسرح بعد الاستقلال، أبو ضياء. بدأت علاقة بودية مع الفلسطينيين بلقاءات مع ممثل منظمة التحرير بالجزائر سعيد السبع، ثم التقى بالقيادي في الجبهة الشعبية وديع حداد خلال زيارة له إلى كوبا. أولى نشاطات بودية مع الفلسطينيين تجنيد الشبان بالخارج، ومطلع السبعينيات عاد إلى باريس بوصفه قائد العمليات الخاصة للجبهة الشعبية في أوروبا، ولقب حينها بأبو ضياء. أولى أعماله كقيادي بالجبهة هو التنسيق مع الجماعات اليسارية الأوروبية، وكان بودية المدبر الرئيس لجميع عمليات الجبهة الشعبية في أوروبا. رغم تقارير المخابرات الفرنسية والبريطانية والموساد والCIA عنه، لم يثبت ضد بودية أي دليل يمكن إدانته، ما حال دون اعتقاله بشكل رسمي. أبرز العمليات. من أبرز عمليات بودية ضد إسرائيل التخطيط لإرسال 3 فتيات ألمانيات للقدس لتفجير أهداف تابعة للاحتلال، تفجير مركز تجمع يهود الاتحاد السوفيتي في النمسا، تفجير مخازن صهيونية ومصفات بترول في هولندا، تفجير خط أنبوب مترولي بين إيطاليا والنمسا عام 1972، والمشاركة في عملية ميونخ عام 1972. دور بودية تمثل باستضافة أفراد الكوماندوز الفلسطينيين قبل العملية وتهريبهم وإخفائهم. الاغتيال. رفض بودية عدة عروض للعمل مع المخابرات الجزائرية، واستمر بالعمل مع الفلسطينيين وقدم العون لمنظمة أيلول الأسود. ظل بودية الرجل الذي طالما حاول الموساد اغتياله، لكن محاولات عديدة باءت بالفشل، إلى أن تم اغتياله في أعقاب عملية ميونخ. جولدا مائير رئيسة وزراء حكومة الاحتلال حينها أمرت الموساد شخصيا باغتيال بودية، فقام عملاء فرنسيون جندهم الموساد بزرع لغم ضغط تحت مقعد سيارة بودية، فتمكنت إسرائيل من تصفية بودية صباح 28 من حزيران عام 1973 في باريس، ودفن جثمانه في مقبرة القطار بالعاصمة الجزائر. وما زالت أشهر الأقوال حول بودية للكاتب محمد تمالت: بودية رجل جاهد مرتين في بلدين مختلفين، لكنه اعتبر مسيرته واحدة وختم حياته شهيدا من أجل قضية ما زالت مستمرة إلى اليوم. فما رأيك بهذا المسرحي الجزائري الذي دوخ الموساد وكرس حياته لأجل فلسطين؟